يعني يندد ما تفعله إسرائيل شيء يعني يصعب تصديقه من أي إدارة أمريكية، ولكن هل تتصورين أنه خلف الكواليس تحاول إدارة بايدن احتواء هذا الموقف بطريقة أو بأخرى؟ ما هو حقيقة موقف بايدن من كل ما يجري في رأيك؟ هو أدانا صراحة الاعتداءات الإسرائيلية أو محاولات الاستيطان في داخل القدس، وهذه التصعيد يعني أو التعنيف الذي حصل وقتل الأبرياء من المتظاهرين في مدينة القدس، هذا أدانه صراحة وكان موقفا واضحا. لكن أن يكون الموضوع أعتقد هو أكبر من هذا. الموضوع بدأ يعني خلفياته هو أن ترامب نقل عاصمة القدس أن تكون عاصمة لإسرائيل، اعترف بها كعاصمة لإسرائيل، وهنا الموقف لن يكون حاسما بالنسبة للفلسطينيين حتى مثلا يروا موقف واضح من الإدارة الأمريكية تجاه هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو الذي أثار إمكانية الاستيطان لدى الإسرائيليين في أو تهجير هؤلاء الذين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الأحياء منذ زمن بعيد. لولا هذا القرار لم يكونوا ليجرؤوا على ذلك. الآن هل من المنتظر من إدارة بايدن أن تتراجع فعليا عن هذا القرار، وبالإضافة إلى إدانتها لعمليات الاستيطان؟ هذه أعتقد أنها من المستبعد، لأن بايدن قال صراحة أنه سيبقى على قرار إدارة وهو قرار ترامب من السابق. الكونغرس أصلا يعني، نعم، هناك ولكن تحديات هل كبيرة ستضغط على لإطلاق إسرائيل بشكل ما؟ نعم عفوا هل ستضغط الإدارة على إسرائيل بطريقة أخرى؟ هو هذا ما جرى خلال المكالمة. طلبت الإدارة الأمريكية من المكالمة التي جرت بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي ونظيره الإسرائيلي، طلبوا من الجهة الإسرائيلية إجراءات معينة لضمان الهدوء في القدس. ولذلك رأينا أن المسيرة التي كان من المفروض أن يقوم بها الإسرائيليون أو المستوطنون اليهود في الأحياء ابتعدوا عن باب العمود، هذه المسيرة أجرت، عدة أمور تم تنفيذها بالفعل، ولكن هذه في حدود خفض مستوى التوتر أو يعني احتواء الوضع قدر الإمكان. طيب، ولكن الاحتواء بالنسبة للفلسطينيين والعرب هو مفهوم مختلف تماما عما تراه حاليا الإدارة الأمريكية، التي هي أعتقد أنها في وضع حرج بين أن تندد، لأنها طالما تؤيد حقوق صحيح، الإنسان يعني فهذا الموضوع هو أول واضح اختبار بشكل كبير في هذا الموضوع كما قال